هدف تأهيل فرق الحماية المدنية للتدخل أثناء الكوارث. تم تنظيم تمرين تطبيقي لمدة 4 أيام بعنوان زلزال يضرب شمال عاصمة الولاية بقوة 6.2 درجة ريشتر، أدى إلى حصيلة أولية أكثر من 60 ضحية وعدة جرحى. تطلب تدخل فرق الحماية المدنية لولاية شلف ليتم تدعيمها بفرق أخرى لولاية مجاورة على غرار ولاية مستغانم، عين الدفلة، البليدة، الجزائر العاصمة وتيبازا، ليصير أكثر من 500 عنصر مشارك في هذه العملية بتعطير إطارات الحماية المديرية العامة للحماية المدنية. هدف هذا التمرين هو اختبار مدى جاهزية أعوان الحماية المدنية والاستعداد لمواجهة مثل هذه الكوارث، والتدريب المستمر لمختلف المتدخلين في استعمال مختلف التقنيات الحديثة لرفع قطاع الحماية المدنية إلى مصاف المراتب الأولى للدول الكبرى في العالم.